كانت كذلك تم منافسه هذيك الساعه. المهم ما بقيتش كنلعب في 45، كنت كنلعب في 49. لعبت في 49، لعبت مع مصريه. كنت كنتنافس على المرتبه الاولى. صراحه حققت، المهم حققت ارقام مزيانين. خديت ميداليه ذهبيه وجوج فضيين. ميداليه ذهبيه وجوج فضيين، يعني الامور كتستعد مزيان. كاينه التغذيه، كاين المساج، وكاين الطبيب، وكاين راه ماشي ضروري ديال البطال والنعاس. قال لي اتجاه الرقمنه 98 اللي خاصو ينعس. 06 50 87 70 55 وفوزي بأجهزة إلكترونية رائعة. دامتي، طياب فن ومتعة. دابا على ميد راديو ساعة إلى 100% موسيقى. على الليل لي، على الليل لي، أنا أطير لك. إنشورنس جلوبالي. زوم إكسبريس. Comment dynamiser les relations économiques entre le Maroc et l'Afrique du Sud malgré la difficulté à fluidifier les relations politiques? Nous en parlons dans ce Zoom Express avec l'économiste sud-africain François Conradi que nous allons rejoindre dans la métropole du Cape Town en Afrique du Sud. Bienvenue à vous, François Conradi. Je le disais à l'instant, aujourd'hui, comment faire en sorte que le business se développe et se renforce entre ces deux pays, ces deux grandes puissances économiques du continent que sont le Maroc et l'Afrique du Sud. Le Maroc et l'Afrique du Sud sont deux économies dans lesquelles les services sont prépondérants dans le PIB. Et donc je pense que c'est dans le domaine des services que ce serait le plus logique pour les entreprises des deux pays d'entretenir des relations d'investissement. Comme on a déjà vu avec Saham et Sanlam dans le domaine des assurances où il y a une forte logique. إذا ما يمكنش تبقى الماده 400 اللي كاينه في مدونه الاسره كاين في واحد المجتمع مغربي اللي تطابق على واحد المجموعه من الاتفاقيات الدوليه اللي كينص اصلا في الدستور بان هذيك الاتفاقيات هي تجمع القوانين ديال الاسلام لا نزاع فيه. صاحب جلاله قال لن احلل حراما ولن احلل حلالا ولن احرم حلالا. هذه واحده من البديهيات، ولكن واش احنا ضد القراءة المستجدة للقرآن، ضد اننا نكون مواكبين لعصرنا وحتى حتى الفكر المغربي حاليا. المجتمع المغربي راه واحد التطور كبير. المجتمع المغربي فيه نساء قياديات، زعماء ديال الاحزاب عندهم. مع هذا المنبر كنشكر السيد رئيس الجامعه قزقزة على المجهودات الجباره ديالو في تطوير كره القدم المغربيه والاساءه ديالها اللي خطاها.
الثلاثة ديالو الأقاليم الجنوبية العزيزة على قلوب جميع المغاربة، وإنشاء تيرانات في الأقاليم. على الموجة ذات التردد الدبدبي FM 104.5 الاستماع لإذاعة سيمة ناس بالرشيدية والنواحي من جداد الكورد الرسامي مريال الشريف أو فوس على الموجة ذات التردد الدبدبي FM 89.5. أنتم في ورزة ذات والنواحي يمكنكم الاستماع إلى برامج إذاعة مكناس على الموجة ذات التردد الدبدبي FM 100.9. لمتابعة برامج إذاعة مكناس من منطقة أغبرون قدوس على الموجة ذات التردد الدبدبي FM 99.2. أنتم في بونيا لمتابعة برامج إذاعة مكناس على الموجة ذات التردد الدبدبي FM 89.9. التقاط برامج إذاعة مكناس بأنفو على الموجة ذات التردد الدبدبي FM 97.3. الاستماع لإذاعة مكناس بمنطقة سيدي حي وسعيد على الموجة ذات التردد الدبدبي FM 88.3. إذاعة مكناس، إذاعة كل الناس.